أستاذة منارة، أستاذة منارة، ينفع تفسر لي حلم انا حلمته؟ عايزه اعرف بس تأويله. طب سلام عليكم. وعليكم السلام، بعتذر لحضرتك. أبدا، بس إحنا هقول لحضرتك حاجة. أنا ممكن أسمع منك الحلم، بس أنا عايز أعلمك قاعدة مهمة في الأحلام. اتفضل. القاعدة المهمة في الأحلام إن الأحلام دي ايوه إذا كانت أحلام بعيدة عن حديث النفس، لأن إحنا عندنا في حلم وفي رؤية والناس بتستخدم اللفظين دول في العام، وإن كان دول معنيين قريبين من بعض لما يراه الإنسان عند نومه، فإيه اللي بيحصل؟ الحلم بيجعلوه للأشياء غير الحسنة، والرؤية ايوه بيجعلوها للأشياء الحسنة، وحديث النفس ده بيجعلوه في الأشياء التي لا هي من ذاك ولا من ذاك، ولكن بيطلع فيها أشياء كتيرة تتعلق بالنفس. هو الحلم. فالقاعدة القاعدة في الحلم، أنا هسمعك والله بس أنا لازم أقول لك كده. فالقاعدة في الحلم إن الحلم إما أن يكون بشرى أو تحذير. وإحنا في البرنامج هنا مبدأنا إن إحنا ما بناخدش في مسألة الأحلام دي، لكن تمام، أنا هسمع حضرتك عشان أقول لحضرتك شوية حاجات. اتفضلي. جزاك الله كل خير يا رب. هو بس الحلم انا هنسرع بقى. كنت في زيارة عائلية، تمام، وفي احد العمال ادتني اكل، فما عرفتش اكله وخرجته تاني، تمام. وبعد كده وانا خارجة كنت خارجة حافية من عندهم، ولقيت ابن عمتي عرض عليا ان هو يديلي جزمته، تمام. وبعد كده طلع ورايا على البيت، لقيت والدي المتوفي الله يرحمه الله يرحمه. قاعد في صالة الغرفة البيت، يعني بياكل من نور، تمام. وبعد كده ابن عمتي ورايا، فلقيته بيبص له وبيقول له هوصيك عليها بوصيك عليها. طيب بس هو الحلم كده. ولا حاجة. أولا في جزء بشرى فيما يتعلق بوالد حضرتك، ولا تفعلي أي شيء مترتب على هذا. يعني مثلا على سبيل المثال ده تمام. ملوش دعوة بالجواز، ملوش دعوة بالجواز من ابن عمتك. تمام. ما أنا هو بقول أهو، مش أنا بقول لك ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا قاعدة تانية فيما يتعلق لا لي دعوة بمنع من الجواز من ابن عمتك ولا أمرك بالجواز من ابن عمتك. ليه؟ لأن إحنا عندنا قاعدة مهمة في الأحلام، لا نبني القرارات على الأحلام خالص، ولا نبني أصلا العلاقة بربنا على الأحلام، تمام. ولا نأخذ قرار بالانفصال على الأحلام، ولا نأخذ قرار بالجواز على الأحلام. ادرسي لو ابن عمتك متقدم لك، ادرسي هل جوازك من ابن عمتك ده مطابق للأصول والقواعد؟ أهلا وسهلا. وما تعتبريش ان والدك بيقول لك اتجوزي ابن عمتك، ولو ما اتجوزتوش تبقى انت ما بتعمليش بوصيتي. هو العمة دلوقتي بعد الحلم حصل خلاف معاها، بس اتصالحنا يعني عن قريب، العمة اللي ادتني اكلي ده. استاذه منارة، انت فهمتي كلامي؟ فهمت حضرتك، انا يلا افتكرت يعني ما فهمت. تحطيش، ما تبنيش قرار على الحلم ده خالص. خلاص ماشي، واضح؟ ربنا يفتح عليك ويبارك لك. نعم.